قبل ما نروح على السفرة، رحلتنا اليوم على الكويت العاصمة، المدينة اللي بتجمع أصالة الماضي بالحاضر، مدينة الأسواق التقليدية والحديثة والمعالم التاريخية ومدينة الألف مطعم، مدينة التجارة والازدهار والتطور المستمر. أكيد رحلة كتير حلوة، حنوصل فيها اليوم للسوق المباركية التقليدي ومنعيش فيها أجواء رمضان المميزة بالكويت مع الفنان الكويتي العزيز أكيد سليمان القصار وصانع المحتوى أسامة القصار. متحمسة أشوف التقرير معكم. تغطيتنا اليوم تغطية جميلة، تغطية لأسواق المباركية. راح ناخذ منها شوية حاجيات ونروح البيت نطبخ لكم يا التمرية يا الخبيصة يا العصيدة مع أخوي سليمان، وحياكم الله. كشك مبارك الصباح تأسس من سنة 1897، وكان من أهداف هذا الكشك أنه يحل قضايا العامة وهي عامة الناس في الأسواق وخلافه. هذه حلويات تراثية كويتية، الرهش والحلوة والزلابية واللي احنا نسميها بامية هي بلح الشام. ومن معالم أسواق المباركية أيضا سوق الخضار القديم، هذا من سنين، مو سنة ولا سنتين بس الحين تجدد سوق الخضرة هني، والبقالات على اليسار. سوق جميل يستحق أن الواحد يزوره ويتمتع ويتمشى فيه. شرينا أغراضنا التمر والسمن والشغل اللازم منه، وبنروح حق أخوي سليمان إن شاء الله في بيتهم. حياكم الله من منزل اخونا سليمان القصار. حياك الله ابو داوود. يا اهلا وسهلا، تعالوا ويانا بوريكم شيء حق رمضان سريع وبسيط وحلو. اهلا وسهلا فيكم، تفضلوا. حياك. بنسوي اليوم وصفتنا شيء سهل وسريع، واهل الكويت كلهم واغلب الدنيا كلها تفطر على التمره، بس عشان تننجه التمره وتسويها شيء عدل حطون لها هيل وزعفران ونضيف لها زبد السمن وطحين البر، ونسميها بالكويت عندنا تمريه او خلاصه او على حسب ما يسمونها، يعني اختلفت الاسماء ومكونات واحده طحين وتمر. خلنا اوريكم اياها شلون نسويها. ننطر الأذان، كل شيء جاهز ما شاء الله، عسى الله يعودنا وياكم على مثاله. الله أكبر الله أكبر. أذان؟ أي والله. يلا بسم الله. أسامة ما قصر اليوم وياكم، فتر وياكم بالمباركية، وجينا وراناكم هالطبخة الحلوة البسيطة، واليوم فطورنا غير مع MBC، إن شاء الله سهمكم العافية، بارك عليكم الشهر. علينا وعليه، وكل وعساكم عام من عواده. كل عام وانتم بألف خير وعساكم من عواده، ورمضان كريم أمناكم الله. خلنا نفطر ونشوفكم على خير. إياكم الله.